قالت شركة السكك الحديدية البولندية بي كي بي إنها أوقفت رحلات القطارات مع جمهورية التشيك المجاورة جراء الفيضانات الشديدة. وأعلنت الشركة المملوكة للدولة إلغاء رحلات القطارات القادمة من جمهورية التشيك إلى بولندا حتى إشعار آخر. وألحقت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة أضرارا بكل من جنوب غرب بولندا وأجزاء كبيرة من جمهورية التشيك.